موسى الثوابتة احنا مختصين او في مجال الحجر والرخام منذ سنين طويلة. الوالد الله يرحمه المختار ابراهيم كان احد اعلام الحجر والرخام في الاردن وفلسطين وفي الخليج. الاردن غني جدا في الثروات المعدنية وبالذات الرخام والحجر، وبيئة صالحة جدا للزراعة بمختلف أنواعها، كانت زراعة موسمية أو زراعة عادية يعني حسب المتعارف عليه. فطموحنا إنه إحنا أنا وشركاء إن شاء الله نستثمر بقوة في مجال الاستثمار الزراعي في شركة عبر الأردن والخليج للاستثمار الزراعي، وتكون إن شاء الله الشركة نمبر 1 في الأردن بهذا المجال. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة رجل الأعمال موسى الثوابتة. بداية يسعد مساك. يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. كلك سوا. في البداية طبعا سيد موسى، حضرتك صاحب شركة المختار ستون وبالتحديد في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، بتشرفونا. كلك سوا. موسى الثوابتة إحنا مختصين أو في مجال الحجر والرخام منذ سنين طويلة. الوالد الله يرحمه المختار إبراهيم كان أحد أعلام الحجر والرخام في الأردن وفلسطين وفي الخليج، وبدأنا العمل في هذا المجال منذ أربعينيات القرن الماضي في بيت لحم والخليل وجمعين وقباطية، ثم انتقلنا إلى الأردن لحجر معان، حجر عجلون، ثم استمرت المسيرة إلى يومنا هذا. طبعا كل هذا الفضل بعد الله عز وجل، بعود للوالد الله يرحمه اللي حط لنا الخطوات المنيرة والمضيئة في هذا المجال وعلمنا فيه، رغم أنه أنا وأخوتي يعني تعليمنا بعيد عن هذا المجال، ولكن تمسكنا فيه. يعني أنا خلصت طيار مدني واشتغلت طيار مدني، وبعد التقاعد استمريت في مجال الحجر والرخام. أخوي دكتور طب عام مختص طب أسرة برضو بيشتغل بالحجر والرخام. أخوي الثاني برضو محامي وهو رئيس منتجي الحجر والرخام في فلسطين، وابني مهندس الآن، مهندس مدني تخرج الحمد لله وما زال يعمل في الحجر والرخام. وهذا باختصار بسيط عني وعن مجال شغلي. نعم بالتوفيق. بس تحكي لنا شوي عن شركة عبر الأردن والخليج للاستثمار الزراعي. فكرة هاي الشركة أجت اللي هي شركة عبر الأردن والخليج للاستثمار الزراعي، إنه بعد ما لمسنا توجهات سيدنا جلالة الملك الله يطول في عمره وتركيزه على مجال الزراعة في أكثر من لقاء وأكثر من مرة، وبعد ما وجدنا إنه كثير من المحاجر تترك أثر سيء وسلبي على البيئة وعلى المناطق الزراعية، كان لابد إنه نجد حل لهذه الخطوة، وخصوصا مع تسهيلات وزارة الزراعة للأمانة يعني، وبالذات معالي الوزير المهندس خالد حنيفات شدد على موضوع الإصلاح والاستثمار في الزراعة. فوجدنا إنه إحنا بعد ما نستخرج الحجر والرخام من هاي الأراضي كانت إما صحراوية أو صالحة للزراعة أو غير صالحة، إنه نحاول قدر المستطاع نستثمر فيها، وخصوصا إنه بعد ما عادت تأهيلها أصبحت جاهزة للعمل الزراعي أو للاستثمار الزراعي أو للاستصلاح الزراعي. فجاءت هاي الفكرة وأسسنا شركة مع مستثمر أخ سعودي ومستثمر أخ فلسطيني، وهي جديدة باي ذا واي يعني لسه في طور التأسيس، على أساس إن شاء الله في القريب العاجل نبدأ في عملية الاستثمار الزراعي بمنتجات زراعية نادرة ومحتاج السوق الأردني بحاجة إلها، اللي هي ثمار مزروعات خضروات، يعني السوق يتطلبها
وعملنا دراسات جدوى بهذا الخصوص، وإن شاء الله عن قريب العاجل سنبدأ بالاستثمار في المجال الزراعي بشكل قوي جدا إن شاء الله بالتوفيق. ما هو سر نجاحك وتميزك؟ والله شيء أول شيء التوفيق من الله عز وجل، الحمد لله على كل حال. مخافة الله وتقوى الله قبل كل شيء، ورضا الوالدين، ثم المثابرة والإصرار. يعني بتواجهك كثير من الصعوبات في مجال عملك، مهما كنا أصحاب خبرة في أي مجال، إلا نلاقي معوقات ونلاقي يعني مشاكل بسيطة أو كبيرة. فالاستسلام لهذه المعوقات فشل بحد ذاته. الحمد لله رب العالمين، احنا عمرنا ما يئسنا ولا استسلمنا ولا قنطنا، اولا من رحمة الله، ثانيا من محبة الناس ودعم الناس لنا، وخصوصا الاقارب، يعني الاقارب جدا، يعني بالذات الزوجة والاولاد والاصدقاء المقربين، هذا برضو، والزبائن، ثم توجيهات يعني دولة وخط الدولة في إنه يساعدك في هذا المجال. صحيح في بعض المعوقات البسيطة اللي لابد منها، لكن للأمانة يعني في هناك مجال كبير مفتوح في وطننا الغالي الأردن للاستثمار في مجال الزراعة للأمانة يعني، والاستثمار في مجالات أخرى عديدة جدا، ولكن الإنسان لابد إنه يظل مبادر مثابر وجاهز لمواجهة أي معوقات. والحمد لله على كل حال، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بوخذ بيدنا ونتوفق ونخدم هالوطن ونخدم هالناس اللي حوالينا بما يرضي الله. نعم، ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ إذا الله أعطانا عمر إن شاء الله، طبعا والله حاب أعمل شيء كثير يعني في الوطن الغالي. يعني الأردن غني جدا في الثروات المعدنية وبالذات الرخام والحجر، وبيئة صالحة جدا للزراعة بمختلف أنواعها، كانت زراعة موسمية أو زراعة عادية يعني حسب المتعارف عليه. فطموحنا إنه احنا أنا وشركائي إن شاء الله نستثمر بقوة في مجال الاستثمار الزراعي في شركة عبر الأردن والخليج للاستثمار الزراعي، وتكون إن شاء الله شركة نمبر 1 في الأردن بهذا المجال إن شاء الله. إن شاء الله. بس تحكي لي شوي عن أهم المشكلات اللي أنت عم بتواجهها أو واجهتها، وخصوصا في ظل جائحة كورونا. والله للأمانة جائحة كورونا كانت سبب كبير لكثير من المشاكل والمعوقات، مش بس لي، لكثير من أصحاب رؤوس الأموال والتجار ورجال الأعمال، سواء على المستوى الأردن الحبيب أو على المستوى الإقليمي أو على مستوى العالم. العالم كله تأثر في جائحة كورونا، مش بس الأردن أو رجال الأعمال الأردنيين. والحمد لله رب العالمين تعديناها، رغم أنه تكبدنا خسائر كبيرة، ولكن لابد أنه نتعدى هذه المرحلة. واللي بيعزي الواحد وبيعزي نفسه انه مش هو الوحيد اللي تاثر بهذا، الجميع تاثر، فيدا بيد يعني مساعده مع بعضنا. خرجنا من جائحة كورونا الحمد لله رب العالمين، بالاضافه الى انه للامانه يعني التسهيلات اللي قدمت من الدوله برضو يعني لابد انه نعرج عليها، انه اعطت تميزات مش بسيطه للناس ورجال الاعمال انه تخطي هاي الجانحة بقوة إن شاء الله، والحمد لله تخطناها بفضل الله عز وجل. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، الله يطول في عمره، بدي أقول له بس لو إنه الناس ترد عليك بالأمانة. يعني سيدي كثير كثير توجهاته واضحة وصريحة، وكثير بهالتوجيهات هاي في محلها، وخصوصا في مجال الزراعي كثير بعطي توجيهاته للوزراء، للدوائر الحكومية، للدوائر الخاصة، انه ركزوا على المجال الزراعي، اشتغلوا بالزراعة. احنا الأردن بلد غني وقادرين انه ننتج
منتجات زراعية وننافس فيها عالميا. بدي أقول له يا سيدي الله يطول في عمرك ما قصرت، ودعمك للتجارة وللتجار ولرجال الأعمال الأردنيين معروف ومش جديد، ونحمد الله على كل حال وبارك الله فيك. بس أكيد أنت في حد ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهاي المرحلة اللي أنت فيها حاليا، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ والله للأمانة يعني هم كثار، مش واحد ولا اثنين اللي أعطوني هالبصمة هاي وهال خلينا نقول المد القوي. يعني أولا رحمة الوالد الله يرحمه، وبعتز فيه كثير الوالد، كان يعني مثالي الأعلى وما زال في المثابرة والصبر والعزيمة، وخصوصا لما كنا نطلع على الصحراء وإحنا صغار معه كيف كنا يعني نعاني لما نصل للمحاجر ونخرج يعني ونستخرج الحجر والرخام. يعني أول رقم واحد الوالد الله يرحمه ويحسن إليه. رقم اثنين للأمانة زوجتي أم محمد، صبرت معي ومعاناة يعني مريرة كثيرة وعظيمة، وكانت دائما تمدني بالطاقة الإيجابية في الاستمرار رغم يعني كل رجل أعمال تعرض لنكبات أو تعرض لكبوات خلينا نقول، ولكن الناجح لكل حصان كبوة يجب أن يقف ويعيد الكرة مرة ومرتين وثلاث. فأم محمد الله يرضى عليها كانت مثالا للزوجة الصالحة والمثابرة والداعمة. الأولاد أولادي كثير يعني بيدعموني بكل معنى الكلمة، يعني بنجاحهم اللي مسير الحمد لله رب العالمين، في دراستهم بنجاحهم في أعمالهم في مستقبلهم هذا داعم إلي. الأصدقاء والأحباب كثار يا الله يرضى عليك اللي دعموني معنويا ونفسيا وخلوني يعني أثابر وامشي في هالطريق، وإن شاء الله لا رجعة إلا بتحقيق النجاح المذهل ومشرف للجميع بإذن الله، ومشرف الوطن قبل كل شيء إن شاء الله. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع المختار؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم وطرق التواصل معكم؟ والله بيقدروا يتواصلوا معنا عبر الهاتف الآن، عبر المكتب هون يعني طريق الجامعة بتعرفوا أنتوا يعني، وعنواننا واضح ومعروف، اسمنا الحمد لله رب العالمين كابتن موسى الثوابتة معروف في مجال الحجر والرخام، وحيلقونا إن شاء الله نخدمهم ونخدم الشباب الواعد إن شاء الله على استعداد تام إنه نخدم كل إنسان في هالوطن الحبيب بده يعني تمرين، بده دراسة، بده يعيش معنا الجو البزنس، إحنا جاهزين. شكرا لك. أهلا وسهلا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر السيد موسى الثوابتة على حسن استضافته لنا وعلى أمر لقائي بكم وجدلنا ورشاشتنا، يسعد مساك وشكرا لك. شكرا لكم وبارك الله فيكم. شكرا.